السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة جميع المتابعين الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا. إذن متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل، هو في حقيقة الأمر خبر كان متداول يوم أمس، ولكن اضطريت على أنني ننتظر ونحقق في المعلومات المؤكدة ما إن كان يتعلق الأمر بتبنديرة في المنطقة العازلة أو يتعلق الأمر بمسألة أخرى. وهنا متابعينا الكرام، الخبر يتعلق بهلاك 3 عناصر من مرتزقات البوليزاريو، من بينهم قيادي، وهذه العناصر هم عناصر مسلحون من هذا التنظيم الإرهابي الميليشياوي ديال مرتزقات البوليزاريو في الجزائر الجنوبية. فهنا متابعينا الكرام، عكس ما يروجه أو ما تروجه حسابات ديال مرتزقات البوليزاريو والتي تدعي على أن الهلاك ديال هذه العناصر جاء نتيجة بطبيعة الحال تبنديرة في المنطقة العازلة. لأنه متابعينا الكرام، باش نوضح لكم واحد القضية، المنطقة العازلة أصبحت نظيفة أكثر من أي وقت مضى. أي عنصر من هؤلاء المرتزقة يحاول أو تحاول قدمه أن تطأ المنطقة العازلة فإن مصيره الهلاك والتبنير. لكن هنا متابعينا الكرام، نحن نتحدث عن حادثة مختلفة. المعلومات تقول على أن هؤلاء العناصر وهذا القيادي قتلوا في الاشتباكات اللي كانت في مخيمات تندوف، الاشتباكات المسلحة اللي قمنا بالتغطية ديالها بالفيديوهات بالصور بالتوثيق الواضح، الذي يعني كشف وأكد على أنه كانت هناك حالة من الفوضى في مخيمات الدولار عار في تندوف، والاشتباكات بالرصاص الحي. وهذه الاشتباكات ما كانتش اليوم فقط، ما كانتش ليومين فقط، بل كانت لعدة أيام. وهذا التوتر وهذا الحالة ديال الفوضى الموجودة في الجزائر الجنوبية في مخيمات الدولار العار في تندوف ما زالت مستمرة متابعينا الكرام. إذن متابعينا الكرام، نحن هنا نتحدث عن 3 هالكين، 3 قتلى، 3 مقبورين من عناصر مرتزقات البوليزاريو المسلحين. ويتعلق الأمر بالهالك المقبور عبدي ود الحبيب، والهالك المقبور المرتزق سيد أحمد سيداتي ما عرفت التسمية دي، ما عرفت من كيجيبوا هذه الأسماء كاع. على كل، والهالك الثالث متابعينا الكرام، وهناك أيضا معلومات أخرى تقول على أن هذا الهالك هو قيادي في مرتزقة البوليزاريو، كان يحاول الانشقاق والهروب إلى إسبانيا، ولكن طبيعة الحال تم التصفية دياله، كما تم تصفية العديد من العناصر خلال الشهر الماضي الذي كانوا يحاولون الانشقاق والفرار. والبعض منهم طبيعة الحال، كما قمنا بالحديث عن هذه المسألة في فيديو سابق، البعض منهم تم القبض عليهم من طرف الجيش ديال الجزائر الشمالية واقتيادهم نحو وجهة مجهولة، يا إما معتقلون يا إما تم التصفية ديالهم. فنفس الشيء حدث هنا لهذا القيادي المرتزق اللي اسمه الهيبة ود الفاضل، الذي كان يحاول الهروب خلال هذه الفوضى واستغلال هذه الفوضى الموجودة في مخيمة الدولار العار في تندوف والهروب نحو إسبانيا، وتم التصفية دياله والهلاك دياله من خلال هذه الاشتباكات المسلحة اللي قمنا بالتوثيق ديالها في الأيام الماضية. فإذا المتابعين الكرام، هذه هي المسألة، هلاك ما يهمنا احنا هنا في هذه المسألة هذه، وهو تأكيد هلاك 3 عناصر مسلحين من بينهم قيادي في مرتزقة البوليزاريو، سواء كانت بالتبندير سواء كانت بطريقة أخرى، فإن المصير ديالهم في كل الأحوال متابعينا الكرام هو الهلاك، هو التبندير، هو الإقبار، هو مصير أسود. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.